إذا سُعِلت ما هو أعظم دعاء على وجه الأرض علمه الله لعباده؟ لا تقول ربي ادخل الجنة، لا ليس هذا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، لا. أعظم دعاء في الوجود وفي الحياة، ويكفيك لو قرأته في الحياة كله ما طلبت غيره تدخل الجنة، هو سورة الفاتحة. أعظم دعاء، لأن الله هو الذي علم عباده. الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، مجدني عبدي. مالك يوم الدين، أو أثنى علي عبدي، ثم قال مجدني عبدي، إلى أن قال هذا لعبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إذن وإنه لهدى، الهدى هو القرآن، وأنت تقرأ القرآن كل يوم. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويقول صلى الله عليه وسلم أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج أو خداج، خداج أي نار.